يا ترى كم واحد في سننا او في الشباب يقدر يعمل زيها كده كل سنه وهي طيبه؟ جيبوا لنا صورتها تاني يا جماعه في الاخر كده نبص على وشها. القمر ده 102 سنه احتفلت ركبه الباراشوت، ده اجمل احتفال. طب انت لو عمرك 40، طب 45، طب 50 هتطير كده؟ بص القمر ده 102 سنه اهي ووصلت بالسلامه يعني. طب نعمل ايه؟ واجه ده بالرياضه، ورياضة المسنين دي بنطالب وزارة الشباب ان هم رياضة الكبار يفتحوا الباب في مراكز شباب، وايضا التخسيس وحاجات كتيرة. وكمل